بمشاركة 250 طالب وطالبة من محافظات اللاذقية وطرطوس وأدلب وحما وحلب، يستمر المركز الوطني للمتميزين في اللاذقية بإقامة اختبار الذكاء لمهارات التفكير العليا لدى الطلاب. هذا الاختبار هو الاختبار مهارات تفكير عليا، اختبار لا يحضر له، ونسبته رح تكون 25%، النسب رح تكون موزعة للي عم يتابعونا، 25% لشهادة التعليم الأساسي، 25% للاختبار القدرات العقلية والمدرسية، 25% لاختبار ذكاء، والمقابلة الشخصية 25%. الاختبار مؤلف من عدة مجالات، في هناك السلاسل العددية، في هناك الموضوع الاستدلال، هناك أيضا القدرة الميكانيكية، القدرة الرياضية، وفي أيضا هناك القدرة اللغوية، يعني يكون الاختبار يقيس هذه المجالات ككل. ويمثل هذا الاختبار 25 من مجموع علامات القبول لاختيار 75 طالب وطالبة للتأهل للمرحلة النهائية. أسئلة منطقية تصبر وفق معايير عالمية طبعا، وكتير ممتازة بالنسبة لاسم المركز. أسئلة منيحة، يعني بتقيس قدرات الذكاء بشكل دقيق كتير، وبتفيد الطالب، بتخليه يكتشف مستوى ذكائه. تجربة حلوة إنه واحد يشارك في مدرسة مثل هاي، مدرسة على يعني مستوى سوريا، وكمان الامتحان كان حلو. والله نحن يعني مروقين وكل شيء متوفر. تجربة جديدة، بنعمل اختبارات ونجرب نفوت على المدرسة المتميزين، انه كتير حلوة ونصير مبدعين بالمجتمع. الأسئلة كانت كتير حلوة وسهلة، وان شاء الله بننجح فيها وبنعمر سوريا يا رب وترجع سوريا من اول وجديد. المستقبل هالمركز رائع، وبتمنى انه نقبل فيه ونروح هيك وندرس بهالمركز ويكون مستقبلنا رائع ونعيش حياتنا. الجدير بالذكر أن اختبار الذكاء لمهارات التفكير العليا لدى الطلاب في مرحلته الثانية لقبول الطلاب المتميزين في المركز الوطني في جامعة تشرين،